مرحبا بكم من جديد ل 11 و22 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شنو يحكي التوانسة على مختلف المنصات؟ طبعا في فقرة حديث الساعة كالعادة في مثل هذا التوقيت مع نعيمة. صباح النور نعيمة. أهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين شهاب، تحية ليك وتحية لمستمعي الإذاعة الوطنية وين ما كانوا. شنو يحكي التوانسة البارح؟ الحديث كان الحقيقة في صفحات التواصل الاجتماعي على المطالبة نتاع الاتحاد العام التونسي، الاتحاد تونسي للتاكسي الفردي، اللي كان طالب بالترفيع في تسعيرة عداد سيارة الأجرة الفردية لزوز دينارات. المطالبة هذه برشا مواطنين كانوا معاها، فما شكون اللي كان ضدها وقال الزيادة ما تكونش معناها زيادة برشا معناها بالطريقة هذه. نحن باش نفهموا الموضوع باش يكون معنا سي محمد علي العرفاوي باش نتحدثوا كيف كيف على موضوع آخر زادة يهم برشا توينسا الحقيقة، وإحنا كنا حكينا فيه برشا شهاب في برنامجنا واستبشرنا به القانون هذا. هنحكي على قانون تفعيل قانون الشيك دون رصيد، اللي ظهر أنه فيه بعض الإشكاليات، وبش يكون معنا تدخل للنائب مجلس نواب الشعب سي نزار صديق اللي هو كان من المبادرين بطرح المشروع هذايا، وبش نحكيه كيف كيف مع اقتراب العودة المدرسية ومع الأمطار اللي قاعدة الحمد لله معناها تصب في بعض المناطق. باش نحكيو مع المرصد الوطني للمرور للاستعداد للموسم هذا. كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. كيف ما قلت شهاب في بداية الحديث، الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي كان طالب بزيادة تسعيرة عدد سيارة الأجرة الفردية لزوز دينارات. منظمة الدفاع عن المستهلك كانت قالت أنه الزيادة هذه زيادة مجحفة في حق المواطن التونسي، خاصة ونعرفوا الناس الكل المقدرة الشرائية المتدهورة. هذا كان رأي منظمة الدفاع عن المستهلك. احنا معانا عبر الهاتف الامين العام للاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي سي محمد علي العرفاوي باش نعرفوا من عنده علاش المطالبه معناها بالترفيع هذيا، وشنو المشاكل كيف كيف اللي واجهها التاكسي الفردي. سي محمد علي صباح النور. مرحبا بكم ومرحبا بالاذاعه الوطنيه. الله يخليك سي محمد علي. خلينا نحن كمواطنين والمواطنين اللي قاعدين يسمعوا فينا، علاش المطالبه هذيا بالترفيع لزوز دينارات؟ به صحيح، شكرا للإذاعة الوطنية. نحن ساعة كيف كيف هنا مواطنين معكم انتم هكا ولا أكيد ده. نحن اليوم سعر السيارة اللي من أقل سيارة طوى من 54 ل 63 مليون، هذه أقل سيارة. وقت اللي تزيد أنت تأمين متاحة اليوم، التأمين قاعد كل 6 شهور يزيد، تأمين مش تخرج كهرباء جديدة 5 سنين يزبك في 3 مليون و 800 و 4 مليون أوبليغاتوار هذه توريستك. وكان تشوف انت البياسات اليوم اللي زادت فوات الواو فوات فهمتي فوات الواو فوات البطري اللي كنا ناخذ فيها 200,000 ولات ب 400,000. اليوم التاكسيات ما عادش ينجموا يواصلوا بالعداد هذايا، العداد هذايا يوم مش الكلفه الحقانيه بتاع التاكسي، فما تكون انتحر اللي عندها فكله كرهبته ذاقت به الدنيا تعيش روحه قدام التراب ولد صغير على ما كثر ما مصاريف اللي باهظة اللي ما نجمش حتى يخلص الكمبيال نتاعو. اليوم الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي المنظورين نتاعو كل يتشكل كل يوم في البيرو نتاعنا بالستة بالسبعة اللي مش مخالصين، عملوا لنا حل مع الزينجا، عملوا لنا حل مع الكراهب، عملوا لنا حل مع التأمين. شو الحل الوحيد؟ الحل الوحيد هو زيادة في العداد. شو مش نزيدوا؟ نحن قلنا مش نزيدوا في عضو تبدا تستعملها باش تولي 2000 فرنك ويقعد كل شيء على حاله، الا ان 46 فرنك تولي 50 اللي عملت لنا مشكل مع الخرافات. نحن اليوم 2024 نمشيو بالفرنكات اللي عملت لنا مشكله كبيره. قلنا باش نزيدوا في ضربه العداد بركه ويقعد كل شيء على حاله. المسافه تقعد 79 متر تقعد معناتها في 50 فرنك، عوض كيما نقولوا 46 تقعد 50 فرنك. الزيادة الكبيرة هي في ضربة العداد المرة الأولى اللي يكون يمشي ب 6000 ولا ب 7000 تزيدوا الدينار. هذيك هي المسألة، مش عقلوا هن وبالرغبة هذايا ومش حقنا.
لا مش نزيد مش نعطيك حاجة أخرى اللي نحن مشينا الخبير اللي عملنا قضية في المحكمة الابتدائية ووجهونا الخبير عام 2021 أعطانا ضربة كونتور ما بين 2700 و 2800 باش نجموا نخلصوا وقت اللي كانت الكهرباء ب 35 و 36 معناتها اليوم كان نرجعوا الخبير ويعمل لنا الحساب تاع القطاع الغيار والسيارة والتأمين يمكن يحط لنا ب 4000 فرنك. أما نحن كاتحاد التونسي للتاكسي الفردي قلنا نمشي وقالوا لنا بال 2000 هذيا مش ننقض القطاع هذايا ما كانش القطاع هذايا مش يمشي معناتها وين تضر كيما معناتها كيما نقولوا نقل العموم الغير منتظم اللي ما فماش اليوم خاطر تذكرة نتاعو رخيصة ما يلقاوش باش يصنقوا وما يلقاوش باش يشريوا كيران جدد كيف كيف نحن اليوم الأسطول فما 60% كرهب قدم عمرها منتصف سنة و19 سنة ما نجموش يبركسوا شنو الحل الوحيد؟ الحل الوحيد هو ترفيع شوية في ضربة العداد أقل هنا في الكرسيات الصغار يوليو يرفعوا شويه الروسيه. سي محمد علي توا انت انطلقت من 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 حديثك على اساس انه احنا الكل مواطنين واحنا الكل شركاء في العمليه وانا معاك على طول. من هذا المنطلق انا باش نسالك اليوم المواطن اللي يسمع فينا يقول سي محمد علي في عوض احنا متضامنين معاك في في كل مطالب اصدقائنا اللي يشتغلوا في هذا القطاع ونعرفوا انه صعوبات كبيره لما تفشل المطالبات مع سلطه الاشراف الحل الوحيد وانه يخلص من جيب المواطن اللي هو ماهوش معقول يعني المواطن اللي متعاطف معاك يقول وانه احنا مع اللي يشتغلوا في قطاع التاكسي الفردي تنجم تصير اجراءات خاصه اقتناء سيارات باسعار تفاضليه اللي يشتغلوا في القطاع يعني كل المطالبات المواطنين معاكم ولكن انه لما تستحيل او تنقطع كل السبل تخلص من 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 جيب المواطن هذه الاشكال اللي صاير عند المواطنين اليوم. بارك الله فيك هذا السؤال معناتها خارق للعاده وجاء في وقته. نحن طالبنا مع وزاره الماليه صارت معناتها جلسه في وزاره الماليه وكنت حاضر بها انا طالبنا بقرار التجديد. قرار التجديد هذه ناخذ سياره بسعر معقول كما كنا ناخذ فيه قبل. معناتها معقول شوفير تاكسي يخلص 19% معناتها تي في ا على التاكسي اللي يخدم بها للمواطن. وفما 7% اللي تقوا فيها وزاره الماليه. اطرحل يا ذوما الكل. خليني الكهرباء بصوم 40 35 مع البالون وسيرتو التامين. اعملوا لنا حل في التامين. بالضبط معقول. يا وبعض يا 3 مليون و 800 مش معقول هذا. صحيح صحيح. الحاجه الثالثه علاش ما تعطيناش البنوك العموميه؟ علاش تعطينا الايجار المالي اللي معناتها سوق قداش اللي تحكي فيه سي محمد سي محمد علي اللي تحكي فيه الكل معقول جدا معقول جدا واللي يسمع فيك متعاطف معاك وانا مؤخرا طلعت في تاكسي فزميل من زملائكم يحكي انه مطالب اللي يشتغل في اليوم يلزمه يحصل 100 دينار باش يعيش قد قد يعني لانه يعني الاخلاصات برشا وما عادش يخلص يعني حتى القطاع يعني هجروه العديد من اللي يشتغلوا فيه فكل المطالبات اللي تحكي فيها معقوله جدا اما انه اليوم اذا يعني ما توفقتوش في تحقيق هذه المطالب نمشيو نجيب للمواطن راهو هذا هو اللي يعمل الاشكال وك علاش منظمه الدفاع عن المستهلك تشكيت من الموضوع اللي هي تدافع على منظورها على المواطنين تعرفوا انه مثقل المواطن اليوم بالارتفاع الاسعار في 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 المواد الغذائيه وما الى ذلك تزيدوا تكسيره وياثر يعني فهمت به بربي انا سؤال كما المنظمة هذه منظمة عريقة ونعرفها اليوم علاش ما دفعتش على المواطن على البطارية اللي كانت ب 200 ولا ب 400 علاش ما دفعتش على التأمين اللي كل 6 شهور يجينا علاش ما مشيتش وكلمتهم علاش السيارات اللي تتباع ب 53 معناتها مليون وبكل صراحة سيارات كاملوت يعني من عام الأولانيين نبداو نصلحوا فما بالأربع شهور الأولانيين نبدلوا في المستشارات ونبدلوا في الدنيا الكل يجيبوا لنا في الركاي وندخلوا نحن في البي اس اي علاش ما نمشوش لهذا هو وحكيهم كان على التاكسي على الدينار اللي تسديه العفو اللطف عليك معناتها هو هذا الكل راهو لانه موضوع الحال اليوم
هي هذه الزيادة. ولكن أنا كنت أسمع كي طبعا مش معقول أن الباتري من 200 تضاعف دوبل. هل ارتفاع المشط في مختلف المجالات والأصعدة ما هوش معقول؟ أيضا هو رو شوف سي محمد علي، حتى نبدو واضحين وتبدأ البوصلة واضحة وفاهمين بعضنا. رو تأكد وأنه اللي يسمع فينا متعاطف مع كل من يشتغل في هذا القطاع الحيوي اللي في علاقة كبيرة مع المواطنين، ولكن أنه الحل الوحيد إذا استوفيتوا كل الحلول، الحل الوحيد أنه يكون جيب المواطن، فهذا هو الإشكال فقط. يعني خويا الغالي، نحن عايشين في دولة، والدولة هذه يلزم تلقى هي الحلول. الحلول بيدين الدولة. نحن قرار من سيد رئيس الدولة وقت اللي نخينا بي بي 19% نخينا صوب الكهرباء، ينجم معناتها بقرار من سيد رئيس الدولة ينجم يبدل الدنيا الكل. وقت اللي تاكسي نحيله 19% وتنحيله 7% ذيك اللي تاخذ فيها وزاره الماليه، اليوم تتيح لي سم الكهرباء، انا خليه في الكونتور هذاك وكان لازم نقص فيه ضربت العداد وطردها ب 700 فرنك. انا اعطيني، انا الدوله عندها الحل، لازم الدوله تلقى لي الحل، مش انا وتوبلنا هذوما البياسات. طبعا اليوم العجله يوم 300,000 هو عندكم ما عندكمش فكره على الاسوان نتاع البياسات؟ لا عندنا فكره، عندنا فكره لانه احنا من مستعملي الطريق وعندنا سياراتنا ونعرفوا يعني البياسات كيف شغلات، حتى في السيارات المملوكة للمواطنين العاديين يعني شيء لا يطاق. ولكن ولكن سي محمد علي، راهو الدولة مطالبة أن تلقى الحلول، ولكن أنتم زادة فقط ما تتشكاوش، يلزم تقدم مقترحات حلول. هل قدمتم مقترحات حلول؟ قدمنا نحن وقت فم اجتماع في وزارة المالية، قلت لك أنا كنت حاضر فيه، قلنا علاش الكرهب بالصوم هذايا، علاش الدوله ما تخليناش نجيبوا كرهب من برا؟ يا كرهب نحن مشينا باريس، بعثت لنا نقابه باريس وعملنا دور على السيارات، كنا نلقاو سيارات كان يجيبوها لتونس. معناتها يوم الحاجه خارقه للعاده، التاكسيات تنضاف تتباع عمرها 5 سنين تتباع ب 3000 يورو، ولهنا خلش تكلم يا خويا الديوان خوذ قد ما خليناها، نحن ما خليناها ب 3000 يورو تولي ب 10 ملايين، خذ 10 ملايين، لانه لازم نجيب السياره انا ب 10 تولي لي ب 20 ب 25 لهنا، وما تزيدنيش في العداد ما تزيدنيش حتى شيء، لو تمشي الامور خارقه للعاده. اما انت فرض عليا زوج ديار يجيبوا في الكراهب وما عنديش الحق، وفرض عليا كهرباء يلزمها تكون اقل من 7 سنين، اعطيني كهرباء عمرها 10 سنين وقت سنين خلنا نقوها نضيفها ونخدم بها. يو فما برشا قوانين يلزمها تتبدل، مش تتبدل العقليه نتاعنا، اقلهم مش نراعيو بعضنا. انا يو ما تساعدنيش الزياده هذه، انا نجم يعني نستهلك التاكسي، انا اليوم في الانتريت نجم كهرباء ما عنديش ناخذ تاكسي، انا بيدي مش نفع، عندي عائله، عندي اولادي. معناتها كان العباد كلها اللي هذه تزيد من تيره، اللي هذه تزيد من تيره، يا البلاد ما عادش نجموا نعيشوا فيها. يلزم العباد كلها نشوفوا الحلول، اعطينا المقترحات واعطينا فما حلول، الدوله تنجم تعاوننا، لازم تعاوننا الدوله نلقاو الحل. معقول جدا. حبيت نشكرك سي محمد علي العرفاوي الامين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، اليوم حكينا في موضوع الترفيع في التسعير. يقول سي محمد علي وانه راهي مش تسعيره كامله، وانما لما يطلع المواطن في التاكسي باش تتزاد له في الكورسه دينار، يعني في كل ما يستعمل تاكسي من نقطة إلى نقطة باش تتزاد دينار فقط، حتى توضح الصورة. يقول سي محمد علي وأنه العديد من الإشكاليات اللي تعترض كل اللي يشتغلوا في هذا القطاع، قاموا بمراسلات مع سلطة الإشراف ولكن ما لقاوش حل. طبعا احنا راو نضم صوتنا لصوت سي محمد علي العرفاوي، تشكيات كبيرة من أصدقائنا اللي يسمعوا فينا باستمرار. الحقيقة أكثر الناس اللي تسمعنا هم مستعملي السيارات وخاصة التاكسي ومختلف وسائل النقل، ضروري جدا من إيجاد حلول لمثل هذا القطاع الحيوي اللي يعاني منذ سنوات. نواصل مع بقية مواضيعنا على 11:36 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المشهد الآن حديث الساعة. موضوعنا الثاني لليوم هو يهم فئة معينة، هو الحقيقة مش يهم الناس الكل لكن يهم فئة معينة. استنيت القانون هذايا برشا، وإحنا زاد في برنامجنا شهاب
تابعناه الموضوع هذايا واستبشرنا خيرا، لكن ظهر انه فما اشكاليات في تفعيل قانون الشيك دون رصيد. باش نعرفوا شنو هو الاشكاليات هذيا، معنا عبر الهاتف النائب بمجلس نواب الشعب سي نزار الصديق. صباح النور ومرحبا بك على موجات الاذاعه الوطنيه. اهلا وسهلا، صباح النور ليك ولكافه المستمعين والضيوف الكرام. سي نزار، انت نتذكر كنت معنا في برنامجنا قبل اوت وحكينا، ووقتها انت اللي فرحت التوانسه بقرب معناها صدور القانون هذا، لكن يظهر لي بعد تقريبا شهر من اصدار في الرائد الرسمي مازال ما طبقش القانون هذا. والله صحيح، نحن استبشرنا كل خير بصدور القانون هذا اللي باش يعاود يحرر معناها العديد من الفاعلين الاقتصاديين، وباش يخرجوا يرجعوا لحياتهم الطبيعيه ويرجعوا يمارسوا تجاراتهم ومصالحهم، ولكن ما رعنا الا ان القانون الحقيقه ما طبقش كما كنا ننتظروا. الحاجه الحقيقه ماهيش مفهومه انها قانون صادر بالرائد الرسمي والناس تتسائل بما فيهم رجال قانون وبما فيهم عضو الاشهاد بما فيهم محامين بما فيهم وكاله جمهوريه على كيفيه تطبيق القانون هذا، مع اني نعتقد اللي هو واضح واضح جدا، خاصه فيما يخص المتضررين، معناها الجزء الثاني من القانون اللي يخص معناها الحالات العالقه. نحب نزيد نعاود نبشر مرة أخرى، خاطر منذ دقائق فقط وزارة العدل أصدرت منشور منذ تقريبا حوالي 4 دراج بالضبط تفسر فيه مشروع القانون، كيفية تطبيق مشروع القانون هذا، والمنشور هذا إن شاء الله باش يعمم معناها على المحاكم وعلى رجال القانون باش يبدو يطبقوا فيه. الحقيقة حتى المنشور ما جدش فيه حاجة جديدة، خاطر القانون واضح حتى تفسيره واضح، ولكن بقينا نستغربوا كيفاش معناها ما يتمش تطبيقه كما ورد، وبقات كل محكمة معناها تطلب في أوراق معينين وكأنها كل محكمة في بلاد وكل محكمة قانون. ثم محاكم الحقيقة تطلب في تنابر، ثم محاكم تطلب في أوراق ماهيش مطلوبة ماهيش موجودة معناها في مشروع القانون هذا. الحمد لله الحقيقة منذ كما قلت لك معناها 4 دراج بالضبط تقريب أصدرت وزارة العدل منشور جديد تفسر فيه كيفية تطبيق مشروع القانون هذا بما فيها الوثائق كيفاش ممكن معناها تعميرها. الحمد لله أنا عودنا بشرناهم إن شاء الله في المدة هذه برشا يخرجوا من الحبس وبرشا يتمكنوا من تسوية وضعيتهم. مرحبا بك مجددا سي نزار. أنا حبيت نعرف الأصل في الشيء حتى توضح الصورة، لأنه تعرف شعار البرنامج حتى تكتمل الصورة، هو الأصل في الشيء وأنه من المفترض وأنه يطبق مباشرة بعد صدور القانون في الرائد الرسمي، هكا ولا؟ هو اخويا شهاب تعرف اللي القانون فيه صحيح، هو القانون تعرف اللي فيه جزئين، فيه جزء يخص الحالات الجديده معناها بعد صدور مشروع القانون بالرائد الرسمي اي بعد 2 اوت اللي هما الحالات الجديده معناها تعرف اللي معناها باش نعملوا منصه رقميه تنخرط فيها المؤسسات الماليه لكل البنوك وكذا، معناها باش نعملوا منصه رقميه هذه باش نولوا نطبقوا تطبق على الحالات الجديده. ولكن بالنسبه للمتضررين والحالات القديمه المفروض أن القانون يطبق معناه حال صدوره بالرائد الرسمي. الغريب في الأمر أنه هم 3 حالات للتسوية آ وباء وجيم في الفصل 6 في مشروع القانون، والتسويات هذه واضحة الحقيقة ما فيهاش حتى شيء ماهوش واضح، ولكن معناها ما رعنا لأن مثلا مثال بالنسبة للحجة العادلة المفروض أنها تكون معناها إذا كان عندك شيكات لنفس المستفيد تكون ثم حجة عادلة واحدة للشيكات هذوكم، ولكن دون مقابل تمش تمشي لا ثم مقابل، ولكن المقابل هذا الحقيقة منين تناقشنا مع وزارة العدل في لجنة التشريع العام نهار الجلسة كانت وزارة العدل قالت اللي هي باش تحدد التسعيرة متاع عدول الشهاد ومتاع عدول المنافذين، ولكن العباد وقت اللي تمشي توا العدول الشهاد كل واحد يعطي في طريفة، والطريفة هذه راهي ماهيش شوي تقريبا معناها 200 دينار و250، واللي هي تعرف معناها الحالات هذه راهي متضرة معناها اللي شد الحبس معناها راهو ما عادش عنده حتى شيء. إذا كان باش يسوي وضعية نزيد نرهقوه معناها بالمبالغ هذه معناها محامي وعدل تنفيذ وعدل إشهاد وزيد لكل شيك، راهي مشكل كبير معناها ماهيش باش تتمكن تمكن من تسوية وضعية. هو فما حديث أنه علاش سألتك أنا سي نزار، وأنه الأصل في شيء وأنه القانون يطبق مباشرة بعد صدور برائد رسمي، لأنه فما حديث على انتظار أوامر ترتيبية للتنفيذ. لا سي خويا شهاب، الأوامر الترتيبية تخص الحالات الجديدة
تخص الحالات الجديدة. مثلا مثال كما 8% اللي من أرباح البنوك للمؤسسات باش تم تخصيصها للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في شكل قروض مثلا، هذيك باش تصدر فيها أوامر ترتيبية كيفاش باش يتم إسنادها. فهمتي؟ أما بالنسبة للحالات القديمة ما فيهاش حتى أوامر ترتيبية، معناها فيها تسويات واضحة. فيها تسويات واضحة معناها وضوح الشمس، معناها اللي ما فهمناش علاش تمشي العباد، ما فهمتش كيفاش، معناها شكون باش يفسر القانون إذا كان رجال القانون معناها ما يفسروش وما يفهموش وما يطبقوش. لا أنا أنا نسألك، مش أنت تسألني سي نزار، يعني وين المشكل؟ وين المشكل؟ أنتم أصحاب المبادرة وأنت نائب شعب اليوم، والقانون أصدر بالرائد الرسمي، علاش ما يطبقش؟ صحيح، نحن روى خلال الجلسات خاصة في لجنة التشريع العام رانا نتناقش مع وزارة العدل في كل التفاصيل وما خلينا حتى شيء تقريبا، معناها ما وين البلوكاج حاجة. وين صاير البلوكاج؟ وين البلوكاج الحقيقة؟ صاير في تنفيذ القانون. قولها سينزار، الجهة اللي عاملة البلوكاج في تنفيذ القانون. الإشكاليات هذه صايرة في المحاكم، صايرة مع عدول التنفيذ، صايرة مع عدول الإشهاد. الناس هذه يلزم تطبق القانون، الناس هذوما هم منظوري وزارة العدل ويلزم وزارة العدل تلزمهم بتطبيق القانون. بالضبط. تعرف في شهاب نحن سلطة تشريعية، نحن تمكننا من معناها المصادقة على مشروع القانون هذا باش نفضوا به مشاكل جزء كبير من الشعب التونسي. صحيح. على السلطة التشريعية وعلى وزارة العدل تطبيق القانون. وبالتالي الكرة في ملعب وزارة العدل. صحيح. حتى نكونوا واضحين. لانه مش في ملعب عدول الاشهاد، سامحني، لانه طالما وانه ما صدرش قانون، انت قلت وان وزيره العدل تعهدت بانه باش تحدد قيمه التسعيره، ولكن طالما اني لم تحدد فالحال باش يتواصل كما هو عليه. صحيح هكا ولا صحيح خويا شياب، وراي الاشكاليه ماهيش في التسعيره بركة. الاشكاليه ان وقت تمشي العدل الاشهاد. صحيح، نقطه من نقاط، ولكن زاد كي تمشي العدل الاشهاد يقول لك كل شيك معناه حجه عادله واحده، مع انه تفهمنا ان لكل مستفيد حجه عادله واحده مهما كان عدد الشيكات اللي عنده. كل مستفيد حجة عادلة، ولكن معناها في مجموع الشيكات اللي معناها موضوع الوحدة. فما اشكال نقاط اخرى بخصوص هذا القانون اللي صار فيها اشكال بخلاف اللي حكينا فيه؟ هو سي شهاب الحمد لله توا منذ 40 دقيقة ولا أقل، منذ 20 دقيقة ولا 25 دقيقة أصدرت وزارة العدل منشور توضيحي ومنشور باش يتعمم على المحاكم وعلى رجال القانون لتطبيق القانون. الناس هذه كانت تستنى فيه، ما فهمتش القانون ما يسالش سيدي، نوسعوا بانها وتم هاو صدر منشور من وزارة العدل لتطبيق القانون هذا. ولو أنه ما زادش حاجة جديدة خطر أن التسويات هي واضحة جدا، فيها آ وفيها باء وفيها جيم، وطريقة التسوية واضحة برشا، ولكن كما قلت لك الناس وقت اللي تمشي لعدل الإشهاد وإلا تمشي المحامي ولا تمشي للمحاكم ما تتمكنش من تسوية وضعياتها. وتعرف حتى الحالات اللي في الحبس، حتى بعض الحالات اللي خرجوا هما ناس راهي خالصة محكومة بالنفاذ العاجل. نحن توقعنا أن في ظرف شهر معناها الناس كلها تخرج معناها وتسوي وضعياتها، ولكن وزارة العدل تعرف اللي حكاوا على 35 حالة تقريبا أو أكثر شوية معناها الناس اللي خرجت، مع أنه ناس معناها حابة تسوي وضعياتها وحابة تخرج من الحبس، ولكن ما رأنا كما قلت لك كل محكمة معناها تطلب في أوراق معينة، والأوراق هذه الحقيقة ما هيش مطلوبة معناها طبقا للقانون اللي صدر. ترى وأنه بعد صدور هذا المنشور اللي تقول أنت وأنه منذ 20 دقيقة أصدرته وزارة العدل كافي وأنه ينظم العملية وألا مش كافي؟ والله يا أخويا شهاب، هو المفروض حتى مشروع القانون في حد ذاته كافي. لسبب واضح هو أن مشروع القانون معناه ما فيش حتى تعقيدات. بالنسبة نحكي ديما للجزء المتعلق بالمضرين بالمضرين معناها الحالات الموجودة، ما نحكيش ديما على الجديد رو ما زالت في أوامر ترتيبية، أما الحالات القديمة راهي حالات واضحة. فما بالك معناها بصدور المنشور هذا، تو المفروض أن الناس تمشي تسوي وضعياتها بكل سلاسة وبكل وضوح. سؤال أخير نختم به لقاءنا سي نزار، وقتاش تتوقع وأنه لا يمكن أنه يستمر الحال كما هو عليه وتتحل كل الإشكاليات العالقة بهذا القانون المهم جدا؟
والله الحقيقة أخويا شهاب المفروض القانون هذا فيه وأن وزارة العدل باش تحدد التسعيرة إن شاء الله ما تبطاش في تحديد التسعيرة متاع عودوا الإشاد هذا اللي يهمنا باش ما تزيدش تتعطل الأمور أكثر باش ما تزيدش تتعطل الأمور أكثر. فقط أخويا شهاب نحب نختم بحاجة كانت تسمح لي بركة ولو أني باش نخرج على الموضوع نبشر أهالي الجهة وأهالي تونس أنها المعبر الحدودي اليوم جاء السيد المدير العام متاع الديوانة باش يولي معبر تجاري. معبر حدودي تحكي على معبر حدودي بحزوة باش يولي معبر تجاري ان شاء الله باش تتم التوسعة والتهيئة نتاعه. ممتاز جدا هذا حصريا يعني حصريا مع نزول الغيث النافع بولاية تدرح. الحمد لله تحية لكل أهالينا هناك ولكل التوانسة اللي يسمعوا فينا. أنا نحب نشكرك شكر جزيل الحقيقة لأنه سي نزار من النواب المتعاونين الحقيقة جدا جدا وراهو هذا القانون الحقيقة شهد مسيرة نضالية من النواب حتى يتحقق وإن شاء الله يتحقق في القريب العاجل. شكرا جزيلا سي نزار الصديق النائب بمجلس نواب الشعب على كل ما أفتنا به. فاصل ثم نواصل. المشهد الآن حديث الساعة. حديثنا توا باش يكون على العودة المدرسية، ما مانيش باش نحكيو على الكتب والكراش والأدوات المدرسية، باش نحكيو على استعدادات المرصد الوطني للمرور. نعرفوا أنه في توقيت معين شهاب مع 8 متاع الصباح 7:30 تولي الحركة متاع المرور برشا ونلقاو روحنا واحلين في أمبوتياج. حابين نشوفوا المرصد الوطني للمرور كيفاش استعد للوقت هذية وللعودة المدرسية هذية اللي إن شاء الله تكون مبروكة على الأولياء وعلى التلامذة. كيف كيف معنا عبر الهاتف العميد هيثم الشعباني. صباح النور. صباح الخير، تحية لكم ولكافة المستمعين للإذاعة الوطنية. الله يخليك سي هيثم. احنا تعودنا من المرصد الوطني للمرور مع كل بداية سنة دراسية فما حملات تحسيسية للأولياء وللتلامذة بيدهم زاد. صحيح، هو معناتها في إطار الاستعدادات العودة المدرسية 2024-2025 المرصد الوطني لسلامة المرور بالتنسيق مع هياكل المجتمع المدني وأيضا مع هياكل الدولة في كل ولاية معناتها اللي هي اللجان الجهوية للسلامة المرورية العمل على تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية في محيط المؤسسات التربوية. كما تعرفوا اللي احنا الفئه الهشه الفئه الاضعف من مستعملي الطريق اللي هم الصغيرات التلامذه في محيط المؤسسات التربويه وخاصه المدارس اللي تفتح على طرقات رئيسيه ولا طرقات فيها كثافه مروريه عاليه. ثم جانب توعوي وتحسيسي تم معناتها البرمجه نتاع عديد الحملات كما قلت مع بالتنسيق مع هيكل المجتمع المدني ولكن ايضا في اطار اللجان الجهويه للسلامه المروريه تم التاكيد على خاطر كما تعرفوا تم الامر عدد 454 سنه 2023 اللي هي الزاميه المنطقه اللي يسموا لي زون 30 منطقه تحديد السرعه القصوى 30 كيلومتر في الساعه في محيط المؤسسات التربويه. هذه خاصة بالأمر الجديد لسنة 2023 أصبحت لرئيس البلدية ولا المدير الجهوي للتجهيز معناتها ملزم بتطبيق هذه معناتها هذا الأمر لتحديد السرعة في محيط المؤسسات التربوية بوضع العلامات المرورية اللازمة ولزم الأمر تركيز مخفضات سرعة خاصة أمام المدارس الخطرة مروريا كذلك أيضا التنسيق مع وحدات حرس المرور وشرطة المرور لتكثيف الحملات الردعية أو الحملات الزجرية وتنظيم حركة المرور في محيط المؤسسات التربوية. هذا كله اللي معناتها حتى نشوف المجلس الوطني لسلامة المرور يترأسه السيد وزير الداخلية أعطى تعليمات في أول سنة 2024 معناتها لتنظيم خاصة الحملات التحسيسية وأيضا الحملات الزجرية الردعية في محيط المؤسسات التربوية. المرصد الوطني لسلامة المرور يقوم بالتنسيق مع كافة الهياكل المعنية في الموضوع هذا سواء كما قلت لتنظيم حملات توعوية وتحسيسية وأيضا حملات زجرية بالتنسيق مع هياكل الدولة. كما تعرفوا أيضا في سنة الدراسية الفارطة المرصد الوطني قام بتنظيم من أكثر من 700 نشاط في حصص تثقيف مروري بالمؤسسات التربوية في كامل ولايات الجمهورية. حصص التنشيط والتثقيف المروري لفئة الناشئة خاصة التلامذة من السنة أولى حتى للسنة رابعة معناتها
الصغيرات باش نعلمهم اهم السلوكيات كيفاش يقص الطريق كيفاش ينجم ياثر حتى على الوالدين نتاعو في عدم استعمال الهاتف الجوال في ضروره ارتداء الخوذة في ضروره ارتداء حزام الامان. بدينا نخدموا معناتها على الفئه هذه كل ان شاء الله سنة ايضا باش تتواصل حملات التثقيف المروري في كافه ولا في اغلب المؤسسات التربويه في مختلف الولايات. وكما قلت معناتها الحملات هذه رب التنسيق مع هيكل المجتمع المدني اللي يقوموا بعمل جبار معناتها سواء عبر توزيع الكتيبات الصغار اللي فيها اهم النصائح المروريه وكذلك ايضا مواد تحسيسيه يوفرها المرصد الوطني لسلامه المرور باش نشجعوا بها مستعملي الطريق سواء الاولياء ولا الاطفال معناتها وليداتنا الصغار وان شاء الله ربي يحمي تونس وان شاء الله طريق السلامه للجميع. امين. السيد العميد احنا قاعدين نحكيوا على العودة المدرسية، هي العودة المدرسية والجامعية وتعرفوا أنه تزامنا مع هذه المناسبة يصير فيه ضغط كبير جدا، وأنا لاحظته عند بوابات مداخل المدن مؤخرا يوم الأحد الفارط مريت من بياج مورنيغ، يعني ضغط رهيب جدا في هذه النقطة وعديد النقاط، وهذا مفهوم جدا لأنه فما شكون يدرسوا من الجهات يتنقلوا للعاصمة والعكس صحيح، بالتالي فما تعودنا وأنه نشوفوا شغل في البوابات هذه مطوية توزع على مستعملي الطريق حملات تحسيسية وما إلى ذلك، ما الحقيقة ما لاحظتش هذه المدة، فما برنامج بهذا الخصوص؟ كما قلت لك احنا في معناتها منذ تاريخ 1 جويليه اللي هو خاصه في اطار تامين الموسم السياحي والصيفي بدا في 1 جويليه الى حدود 15 سبتمبر، وايضا من 1 سبتمبر ثم معناتها حملات للاستعداد للعوده المدرسيه. احنا ركزنا كما في فتره تامين الموسم السياحي والصيفي بالتنسيق مع سواء ديوان تونسينا بالخارج سواء مع هيك المجتمع المدني حرس المرور شرطه المرور في النقاط خاصه الهام واللي فيها حركه مرور مرتفعه كيما طرقات السياره كيما حكيت بياج هرقلة بياج هناك في النقاط الكبرى قمنا بتوزيع سواء مواد تحسيسية سواء معناتها الكتيبات الصغار لسان أهم النصائح، وكذلك أيضا قمنا أيضا بالتنسيق أيضا مع كما الإدارات الجهوية للنقل بتنظيم أيضا حملات الفحص الفني العربي في بياج مورنيغ شفتوهم في النهار ولا أيضا في الليل أيضا تنظيم وتكثيف حملات الرادار في الليل وأيضا في النهار. ممكن معناتها العباد ممكن معناتها ثم شكون لاحظ اللي هما موجودين حملات هذه نحن الافكتيف نتاعنا نحاولوا نغطوا اكثر النقاط في كامل تراب الجمهوريه وخاصه النقاط ذات الاولويه المروريه. انت حكيت نقطه مهمه جدا خاصه الاكتظاظ المروري كما تعرف ايضا المرصد الوطني لسلامه المرور وبالتنسيق مع اللجان الجهويه ثم عمل يقوموا به عمل كبير يقوموا به وحدات حرس المرور وشرطه المرور، ولكن كما تعرف رو ارتفاع عدد الاسطول نتاع العربات والوسائل النقل في تونس رو بطريقه كبيره كنشوفها في اخر 10 سنوات بالمقارنه مع الطرقات اللي عندنا الافكتيف اللي عندنا رو ثم مجهود تقوم به الدوله سواء على مستوى البنيه التحتيه ولا على الحملات الامنيه ولا التوعويه والتحسيسيه، ولكن رو دور ووعي المواطن اللي نشوفه حتى لي سبوت اثناء عدينا حتى ومضات في المهرجانات الكبرى مهرجانات نعدوا لي سبوت السياق تحت تاثير حاله كحوليه السياق في حاله تعب نحاولوا نقدموا النصائح عبر الاذاعات الوطنيه والجهويه عبر وسائل الاعلام الوطنيه معناتها نحاولوا في كل وسائل التواصل الاجتماعي باش نعدوا الميساج يوصل فيه ميساج لمستعمل الطريق. ولكن أروا الأهم نقطة في الحديث نحكوا فيه الكل لازم المواطن يكون مؤمن ومتقبل وعنده الثقافة المرورية باش يعرف سواء عطيناها احنا وزعنا الكتيب ولا حضر في حملة ولا ما حضرش، ولكن كي يسمع النصائح اللي نحكوا فيها عبر مثلا موجات الإذاعة الوطنية كنقولوا راهو السرعة هي أهم سبب في تسجيل قتلى في تونس، ثلث القتلى نتاع حوادث المرور في سنة 2024 مسؤول عليها السرعة. صحيح، ولكن اعتقد انه فيه تفاعل من المواطن لانه الارقام تقول انه فما انخفاض الحقيقه في تسجيل منذ تاريخ 1 جان في 2024 الى تاريخ 4 سبتمبر عندنا انخفاض ب 17% في الحوادث 8% تقريبا في القتلى 16% في الجرحى الحمد لله، وتم تسجيل 748 قتيل اثناء عملوا في نفس الفتره 808 قتيل. لكن انا نحب كمرصد وطني لسلامه مرور ولا كهيكل دوله ال 748 قتيل حتى هو دائما عدد مرتفع هذا عموما توانسه خسرناهم توانسه كفاءات في الدوله خسرناهم جراء حوادث المرور لانه حوادث المرور دائما ثم خطا بشري
في الوسط، معناتها لازم ثم سائق او مستعمل طريق قام بخطا نجر عنه حادث ولا فقدان. انا راني انا معك على طول سيد العميد، ولكن مش بشرطه انه يكون فما خطا بشري بالضروره. انت تعرف اكثر مني، راهو البنيه التحتيه اليوم للأسف الشديد تسبب في العديد من الحوادث، يعني اللي تستلزم شغل كبير. يعني اليوم مش معقول في طريق سيارة المواطن يخلصت المعاليم على طريق سيارة وتبدأ فيها مطبات كبيرة تساهم في حوادث، وساهمت في حوادث. هذا موجود صحيح. البنية التحتية معناتها ما زال تتطلب إصلاحات كثيرة. صحيح. تتطلب البنية التحتية نعرفوها في تونس. احنا معناتها شوف، هي الشفافية لكي نستطيع معالجة إشكاليات حوادث المرور في تونس، يجب أن يتم تناول الموضوع بكل شفافية. بالضبط. وبكل معناتها يجب أن نواجه أنفسنا، نواجه الأخطاء نتاعنا. صحيح. ثم إشكاليات في البنية التحتية. ولكن وكما نقول ثم تكثيف للعمل الزجري. أنت كتشوف الإدارات الجهوية للتجهيز خاصة في المنعرجات الخطيرة ولا في الطرقات اللي فيها كما نقولوا معناتها الطرقات ماهيش مستوية ولا فيها في جبال ولا في الأوديو، يقول لك تحديد السرعة ب 70 كيلومتر في الساعة. راهو ثم هما مهندسين في وزارة التجهيز والإسكان هما اللي يحطوا السرعة هذيك، باش يقول لك اللي هذيك هي السبيل الوحيد. كلامك صحيح 1000% سيد العام، 1000% كلامك صحيح، ولكن فما منعرجات ما فيهاش علامات، فما منعرجات خطيرة ما فيهاش علامات. أنا أقول لك اللي إحنا في إطار المعاينات الميدانية، العلامة الإشارة المرورية تتكلف للدولة تقريبا 350 دينار، يتم تركيزها في عديد، وهي تعتبر ملك للشعب التونسي. ولكن سواء حتى ثم تصرفات أيضا من بعض المواطنين. صحيح. يتم سرقة هذه العلامات واستعمالها في أغراض أخرى نشوفوها، معناتها راهو حقيقة معناتها يتم تركيب البلاك اليوم غدا يتم سرقة. صحيح. موجودة، هذه موجودة. ثم عبيد معناتها يمكن هو يعرف اللي السرعة هذيك راهي 50 كيلومتر ولا تم علامة قف، ولكن إذا كانوا باساجي يتعدى لأول مرة وما يلقاش علامة ترك الأولوية ولا علامة قف ممكن يتسبب في كارثة. صحيح. معناتها الإدارات الجهوية والدولة وإحنا كمرة وطن سلامة مرور عبر الميزان الجهوية يتم معاينة نقاط تكرار الحوادث. سيدي شكرا جزيلا. شكرا. أنا نحب نشكرك. شكرا جزيلا سيد العميد سي هيثم شعبان، يعني المرصد الوطني لسلامة المرور، طريق سلامة للجميع. نعاود نرجع بعد موجز منتصف النهار، ضيفنا سي عدنان الإمام الخبير في العلاقات الدولية. كل يوم من 11 الماضي